Menempati tangga acara kami yang keempat, yaitu sekapur sirik dalam acara pidato tiga bahasa. Pidato yang pertama, pidato berbahasa Arab yang akan disampaikan oleh Akhil Ahilan Muhammad Ridwan. Wali fadilatihi, al-wabdul makanu, iyyahu. Hadratul Isil Jenasa, ayuhal mustaqimun al-kiram, wa ikhwanil a'izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami sultan al-wajihin burhan al-maksud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina miftah babir rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam nukillah wa ala alih wa sahbih adad kullu dharratin al-famarrah. Allahumma akhrij min gulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla ba'andin lil khalqi yaminu lillah ma'asyadik al-yasuruna ata'atik أعوذ بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. قال الله تعالى وهو أسلف الكاملين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. أما بعد, أقول من صميم قلبي وأميك فؤادي تحية إسلامية وتحية من عند الله مباركة طيبة لمساحة الأمانة والفقراء والعلماء والعلماء الأجلاء والمشايخ الكرماء الذين هم درسة الأنبياء وهم الذين كانوا في المسافة بين الأعلام الأتقياء الأتقياء وأحسن الذكر والتعظيم صاحب الفضيلة والكرامة مدير المعهد بالمعهد الأمين الحرمين صاحب الفضيلة والكرامة الشيخ الحاج محمد بن بهار الدين ابن عبد الحسين أطال الله البقاء وحفظه الله أن تمنع الدنيا الأخرى. حضرة المحترم إلى رئيس المعهد بالمعهد الأمين الحرمين صاحب الفضيلة والكرامة الأستاذ عبد الصمد أنسي متعنا الله بطول حياته الذي سمعنا وأتانا. وحضرة الفضلاء أيها الأساتين والمدبرون وأيها الحاضرون والمستمعون الأعزاء. ولا ننسى أيضا إلى جميع الطلاب والطالبات الأمين الحرمين الأحباء. أولا حيا بنا نشكر عز وجل على نعمة الله وعلى رحمة الله الذي قد أعطانا نعمة جليلة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان السعيد في هذا المكان السعيد في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد العرب والعجم محمد عبد الله بها عرفنا الإيمان والإسلام الحق الباطل لولاه لكنا على جلال مبين فوجوده في هذا الكون رحمة لنا ولكم جميعا. اللهم إني أسألك بدور وجه الله العظيم الذي ملأ إرك العرش الله العظيم وقامت به أوامر الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في كافه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قالوا إخواني السعيدة فلنكافح ونعمل على ما أمرناه
الدنيا والآخرة إخوان المؤمنين المتوتنين نحن كمسلمين في شهر مبارك أم أن نظرنا الهكمة الفضائل في شهر رمضان وإذا تعلمنا حكمة رمضان لنظرنا ليلة القدر ونزول القرآن ومن المعلوم علينا أن القرآن قبل نزوله إلى جبريل ثم إلى محمد نزل منكم بسماء الأرض أو بيت العزة ليلة القدر وليلة نزوله مناسبة في رمضان كما بينه القرآن شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن فنزل ليلة القدر في شهر رمضان فحسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالحقائق فمن قبله يحاربه يحبه ويرحمه في الآخرة بأجل ليلة القرآن في شهر رمضان نزل القرآن متواترا ربما نزل بعشر آيات بل خمس أو ثلاث ليصلح أخلاق المجتمع الجاهلية ثم نزل القرآن في شهر رمضان وبه سميناه نزول القرآن وبحماسة وصبر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالحقائق ومن قبله يحابه يحبه ويرحمه في الآخرة بالأجر القرآن وكلهم يتنافعون عن مساله الاسلام والمسلمين بقلب سليم لإلاء هذا الحق والعدالة محبة المسلمين نحو القرآن في شهر رمضان عزيمة لا تنسى حتى إذا ماتوا ماتوا ببركات القرآن إخواني الكرام ثم هجر النبي ومعه أصحابه إلى المدينة فنزل فيها الآيات القرآنية المتعلقة بقضية اجتماعية وسياسية والمسلمون حينئذ مع عوسة الأوقات يعملون العمليات المتعلقة بها وعلى رأسها قضية دينية فماذا ظهرت منها القضايا الدينية وماذا ظهرت منها القضايا الدينية فجاءت آية القرآن فجاءت آية القرآن ونزل بالإجابة حتى انصرعت أسعد الميفو حتى انصرعت أسعد الميفو أن تفيت الأنشة أن تفيت الأنشة بالإسلام بل كلما وقعت الحادثة الهامة فنزلت الآيات لتهدي وتحل القضايا التي كان المسلمون متفرقين بها اجتماعها مع آدم لذلك اليوم من المحتاج إليها أن أدعوك لذلك اليوم من المحتاج عليها أن أدعوك على القرآن ليس فقط قراءته فحسب بل فهمه وتطبيقه حتى كانت التعاليم ليست هي الطريقة بل العملية والتطبيق أيها الحاضرون سعادة والحاسب كما قالت الطوامي أن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم برهنا لعامله ما أجمل تعامل القرآن ما أجمل تعامل القرآن حين علمه بالحق ومعنى هذا أنه امتحاننا هل محبة على القرآن فبرهنا بالعملية الحقيقية ففاض علينا رحمتنا وتوفيقه ورحمة من عباده الصالحين المتقربين إلى القرآن أيها الحاضرون سعادة أيها الحاضرون المستمعون الأعزاء هيا ندعو إلى أن أولي ندعو إلى الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه تارا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا علينا فتوح العارفين وفقيه في الدين اللهم يا رب كل شيء بقدرة على كل شيء اغفر لنا كل شيء واصلح لنا كل شيء ولا تسألنا شيء ولا تعذبنا على شيء يا الله يا الله يا الله اللهم لا تحرمنا خيرنا عندك لشر ما عندنا يا الله اللهم استر عوراتنا وآمنا وآتنا واكفنا كله من دون الجنة اللهم يا محيط يا عالم يا ربي يا شهيد يا حسيب يا فعال يا خلاق يا بارئ يا خالق يا مصور اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا طيبا وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب السفيهني يا وهاب يا غني اللهم اجعلنا ممن دعت عين عنايتك في جهة أطواره فلم يمنع من الدخول إلى حضرك طبيب أوزاره ولم يهجر هم واهب فضلك سر سراره اللهم يا جمع الناس اليوم نرغب فيه اجمع بيننا يا الله اجمع بيننا يا الله اجمع بيننا وبين طاعتك على بساط شهادتك وفرق بيننا
الخير وصل اللهم على عبدك ورسولك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورزقنا تمام المتابعه الهدى هدى وباتنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ادنى حلقك وجد نفسك وزنة عرشك ومدد كلمات بسر الفاتحه فلعل مني هذا لعل الله يهتدي بإذنه اليوم الله هكذا اكتفيت إلى النكاح مع النجاة ثم السلام عليكم ورحمة الله.